اهلا بك يا هشام. يعني في البدايه برحب بيك، واحنا دلوقتي بنتواجد في لجنه مختلفه في محافظه تحديدا امام مدرسه خديجه يوسف الاعداديه بنين. هذه اللجنه ايضا بتتواجد في محافظه اسيوط. يعني بالامس كان في الى حد ما اقبال، يعني اكتر من اول امس كان في اقبال بشكل كبير جدا في الساعات المبكره من صباح اليوم، وتحديدا يعني بعد القرار اللي اتخذته الهيئه الوطنيه للانتخابات بالغاء فتره الراحه المخصصه للراحه واستقبال جميع الناخبين اللي راغبين في الادلاء بصوتهم خلال هذه الفتره، يعني ادى الى حد ما لزياده اعداد الناخبين، لان كان في عدد من الناخبين بيخرج يا هشام من عمله في هذا التوقيت فبيكسل منزله وينزل مرة أخرى يشارك في الانتخابات. ولكن بعد هذا القرار في عدد كبير من الناخبين لما تحدثنا معاهم أكد لنا إن هو توجه على طول إلى مقر اللجنة الانتخابية، فده ساهم إن يكون في عدد من الناخبين يقوموا بالإدلاء بصوتهم. أيضا المشهد لم يختلف كثيرا عن أول أمس، يعني بالأمس برضو كان في عدد كبير من السيدات وكبار السن هم النسبة الأكبر اللي بتشارك وبتتوجه للمشاركة في المشهد الانتخابي. يعني إحنا كنا امبارح يا هشام كنا مع بعض، كان في معانا إحدى السيدات كبار السن اللي دخلت تشارك في العملية الانتخابية على كرسي متحرك، وإحنا كنا تحدث معاك على الهواء مباشرة. دي يعني هي يمكن النسبة الأكبر من السيدات وكبار السن هم اللي بيشاركوا بشكل كبير في العملية الانتخابية في محافظة أسيوط. أيضا بيتواجد عدد كبير من السيارات المتحركة أمام اللجان الانتخابية لمساعدة المسنين وكبار السن. كان بالأمس في عدد كبير من المشاهد اللطيفة في محافظة أسيوط، يعني كان في عروسين قاموا بالتوجه بلبس العروسين، يعني كانوا في التوجه الى اللجنه بالزي بتاع الفرح وقاموا بالادلاء بصوتهم وهم بيرتدوا هذا الزي الخاص بالعروسين. ايضا كان في لفته انسانيه من مستشار قام باستحضار الدفتر الخاص بالانتخابات، وكان معاه احد من مسن خارج المقر الانتخابي لمساعدته في الادلاء بصوته، وده طبعا بسبب عدم استطاعه يدخل الى الانتخابات. كان مشهد لطيف وكان لافت للنظر. ايضا يا هشام كان بالامس يعني في عدد كبير من الجولات، وتحديدا في المراكز كان في جولات قام بها المهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط، وكان يعني بيتواجد معاه اللواء جمال شكر مدير امن اسيوط لحث الناخبين على المشاركه في العمليه الانتخابيه، وايضا كانوا يعني بيتفقدوا الاوضاع الامنيه امام عدد كبير المراكز داخل محافظه اسيوط. ايضا بالامس كنا تحدثنا مع المستشار عاطف اللجنه العامه للانتخابات في محافظه اسيوط، يعني هو اكد لينا ان جميع اللجان ايضا بالامس فتحت في موعدها الساعه 9 صباحا واغلقت الساعه 9 مساء، واكد لينا ايضا يا هشام انه النسبه حصيله اليومين بلغت من 28 ل 30%، ده طبقا لتصريحات المستشار عاطف عباس رئيس اللجنه العامه للانتخابات بمحافظه اسيوط، انه النسبه حتى مساء امس بلغت من 28 الى 30%، ده طبعا من حيث المشاركه على مستوى المحافظه حصيله اليومين بشكل عام، وانه النسبه الاكبر كانت في القرى والمراكز وتحديدا في ساحل سليم وديروت وابو تيج والغنايم، دول هم الاربع قرى والاربع مراكز اللي كان فيهم الاقبال بشكل كبير جدا. وهو اكد لنا ايضا ان هو يعني بيتوقع انه يكون في النهارده اقبال اكتر من امس واول امس. ايضا يا هشام خليني اقول لك انه كان في بالامس كان في يعني اجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس ما بين مدير امن اسيوط اللواء جمال شكر وطبعا وزاره الداخليه في القاهره. هو اكد لينا انه يعني في غرفه ازمات تم تشكيلها داخل مديريه امن اسيوط ل يعني المتابعه لحظه بلحظه مع وزاره الداخليه وغرفه الازمات الخاصه بوزاره الداخليه. يعني يمكن ده يا هشام هي ابرز التفاصيل حتى هذه اللحظة داخل محافظة أسيوط، وبالتأكيد احنا نكون متابعين النهاردة معاك على مدار اليوم المشهد الانتخابي لحظة بلحظة. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. محمد عصام كنت معنا على الهواء مباشرة من أسيوط.